الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل نظرية النمو الاقتصادي عنوان فرعي: محددات النمو الاقتصادي Determinants of Economic Growth. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. محددات النمو الاقتصادي Determinants of Economic Growth. حددنا في مقطع سابق الفرق بين النمو الاقتصادي Economic Growth من جهة، والتنمية الاقتصادية Economic Development من جهة أخرى. يعرف النمو الاقتصادي بأنه زيادة مضطردة في كمية الإنتاج الكلي لاقتصاد ما وحصة الفرد من هذه الكمية، ما يعني بأن النمو المقصود هنا هو نمو حقيقي real growth في الدخل أي الإنتاج، مع تغييب مستوى الأسعار أو تثبيته. هذا الشكل التوضيحي يبين على المحور الأفقي السنوات أو الزمن، وعن محور العمودي نمو اقتصادي هناك منحنيان. المنحنى الأعلى هو نمو اسمي، بمعنى آخر هنا نمى الإنتاج لكن بالقيمة الإسمية، بمعنى آخر أدخلنا متغير السعر على الكمية، وبالتالي عندما نضرب الكمية في السعر تتغير باتجاه الأعلى لأن الأسعار عادة ما ترتفع. أما النمو الحقيقي فيكون عادة أقل من حيث موقعه على المنحنى هنا. هذا نمو حقيقي يقصد به أن الكمية نفسها التي ننظر إليها زالت أم انخفضت. أما التنمية الاقتصادية فهي تخاطب قضايا متعددة ومتشعبة ومتداخلة، وعادة ما يشار إليها بالتحولات الهيكلية Structural Transformation في جوانية الاقتصاد والمجتمع والبيئة المادية المحيطة. منها على سبيل المثال الاقتصاد والمجتمع التقليديين Traditional Economy and Traditional Society مقابل الاقتصاد والمجتمع الحديثيين Modern Economy and Modern Society. ثانيا قضايا الريف والزراعة Rural and Agriculture. ثالثا التمدن والصناعة والخدمات Urban and Industry and Services. رابعا اقتصاديات الحجم Large Scale Economy مقابل اقتصاديات الكفاف أو ما يسمى Subsistence Economy. خامسا وأخيرا قطاعات اقتصادية منظمة Formal Sectors مقابل قطاعات غير منظمة Informal Sectors. قدمنا في مقاطع سابقة عددا من نظريات النمو، ومنها نموذج سولو في النمو Solo Growth Model، ونموذج هارد دومر موديل، ونموذج كالدر في النمو كالدر جروث موديل. وقدمنا كذلك نظريات متعددة في التنمية الاقتصادية، منها نموذج روستو ونموذج لويس ونموذج الحلقة، أرجو الرجوع عليها عند الحاجة. أقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى ما يطلق عليها محددات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي تؤثر وتدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام أو إلى الخلف التراجع. تصنف محددات النمو تحت ستة عناوين رئيسية، ورتبها حسب رأيي من حيث أولوياتها أو أولويتها، أولوية كل واحد من هذه المحددات. واحد الاستثمار في رأس المال البشري Investment Human Capital. ثانيا حرية الفرد في إطار القانون العادل والمؤسسات الحميدة واستقرار البيئة السياسية Individual Freedom, Institutions and Political Stability. ثالثا حقوق الملكية Property Rights وحمايتها. رابعا الاستثمار في البنية التحتية والتراكم الرأسمالي Investment in Physical Infrastructure and Capital Accumulation. خامسا التطور التقني Technical Progress ومتابعته. سادسا وأخيرا استغلال كفؤ وناجع للموارد الطبيعية Efficient Exploitation of Natural Resources في حال توافرها. نبدأ بالمحدد الأول الاستثمار في رأس المال البشري Investment in Human Capital. Investment in Human Capital هذا الشكل التوضيحي يبين بأن رأس المال البشري، يعني هذا رأي شخصي ربما يتغير أو يتبدل أو يتعدد بين شخص وآخر،
بأن رأس المال البشري ضروري من أجل تزويد الآلة الاقتصادية بالعمالة بما تحتاج له الآلة الاقتصادية من عمالة مدربة ماهرة متعلمة وهكذا. رأس المال البشري يؤدي إلى التعلم ومراكمة المعرفة. رأس المال البشري يؤدي إلى تطوير أنظمة الإنتاج. رأس المال البشري يؤدي إلى تطوير الأداء. رأس المال البشري يؤدي إلى تقييم الأداء. وأخيرا وليس آخرا طبعا، ربما الترتيب هنا حسب ما ذكرت لكم قبل قليل بأن هذا التأليف شخصاني فقط لا غير، بأن رأس المال البشري يؤدي إلى تطوير المنتج الذي منتج الاقتصاد بالصناعة بالتجارة بالخدمات وهكذا. فالاستثمار في رأس المال البشري أحد العوامل المهمة جدا، وهو محدد أساسي ورئيسي من محددات النمو الاقتصادي. ثانيا، حرية الفرد في إطار القانون العادل والمؤسسات الحميدة واستقرار البيئة السياسية. Individual freedom, institutions and political stability. هذا المنظر التوضيحي يشير إلى أن القانون العادل جزء لا يتجزأ من محددات النمو الاقتصادي المهمة جدا، وبالتالي ينظر الأفراد إلى القانون باعتباره حاميا لهم في إطار نشاطهم الاقتصادي. وهنا هذا المنظر أو الصورة الجميلة تعبر عن الاستقرار، حتى وإن كانت الأحجار هنا تمسك بعضها بعض، لكن الاستقرار أو ما يسمى باستقرار البيئة السياسية political stability مهم جدا، وهو من محددات النمو الاقتصادي الهامة. ثالثا، حقوق الملكية property rights وحمايتها. الآن حقوق الملكية تتعلق بحماية العقود عند إبرامها بين الأطراف المعنية، براءات الاختراع، حقوق الطبع والتأليف طبعا، حماية العلامات التجارية من التزوير، وحماية التصاميم. وبالتالي هذه الحقوق يجب أن يصونها القانون وأن تصونها المؤسسات الشكلية واللا شكلية داخل الاقتصاد. وبالتالي حقوق الملكية هي من محددات النمو الاقتصادي المهمة. رابعا، الاستثمار في البنية التحتية والتراكم الرأسمالي Investment in physical infrastructure and capital accumulation. يشمل طبعا هذا حصة العامل من رأس المال labor share of capital. الآن هذا الشكل التوضيحي يقول بأن الاستثمار في رأس المال يؤدي إلى زيادة الربح، وزيادة الربح هذا الربح يؤدي إلى المزيد من الأرباح والتراكم الرأسمالي. وبالتالي رأس المال المادي وحصة العامل من رأس المال من محددات النمو الاقتصادي المهمة جدا، من غير تراكم رأس مالي لا يمكن أن يتحقق النمو الاقتصادي كما يرغبه السياسيون والاقتصاديون. خامسا، التطور التقني technical progress ومتابعته. الآن عندي هذا المنظر لماكينة أو آلة خياطة قديمة، لاحظوا الآن كيف من خلال التطور التقني تطور يعني عمل هذه الآلة، فكانت يدوية الآن أصبحت كهربائية وأصبحت تعمل على الكمبيوتر في منها أو الحاسوب. وبالتالي هنا التطور التقني أدى إلى زيادة كميات الإنتاج والنمو في إنتاج على سبيل المثال الملابس، هنا بالشكل اليدوي هنا بالشكل الآلي. هذه الآلة تؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج من الملابس، وهي أحد السلع أو إحدى السلع المهمة في الاقتصاد. سادسا وأخيرا، استغلال كفؤ وناجع للموارد الطبيعية efficient exploitation of natural resources في حال توافرها. هذا الآن الشكل يدل على أن في هذا الاقتصاد في هذه الدولة يتم تمديد أنابيب النفط أو الغاز من حقول النفط عبر الأراضي الزراعية، وبالتالي لابد من الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة وحماية الأراضي الزراعية من الهلاك ومن الخراب نتيجة لهذا الاستغلال للموارد الطبيعية. وهنا تقطيع الأشجار من أجل استغلالها في الصناعة، لكن لابد لنا أن نحافظ على البيئة والغابات
من أجل استدامتها، وهذا الآن يعطيني بأن استغلال الموارد الطبيعية بشكل نافع لابد من أنه ينعكس في ثلاثة مجالات: منفعة المجتمع، نمو اقتصادي، حماية البيئة. ولابد أن يتحقق ذلك من خلال عدالة الإنتاج، إمكانية أن تتحمل الطبيعة، هنا إمكانية أن تتحمل الطبيعة القص مثلا من الأشجار، قابلية الحياة viability للنمو الاقتصادي، واستدامة النمو الاقتصادي والبيئة. شكرا لكم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الرحمن.